هذه الثانية، الثالثة، الثالثة ثابتة يا عيال، الثالثة ثابتة. أيوه أيوه أيوه. لا يا شيخ يقطع من الغبن باقي وحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع أخوكم أوسم زيد، رجعنا لكم بحلقة 33 من سيفر ماينكرافت. طبعا أخيرا رجعنا من السفر، وخلال 3 أيام غياب، بس 3 أيام غياب صارت أشياء كثيرة مرة 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 في السبون. شيء طبيعي تغيب يا ريان لازم يكون فيك مقلب لازم لازم. طبعا المقلب كلمني طارق قال لي سويت فيك مقلب بسيط، لا تدخل البيت ولا إلا وأنت مصور، يعني ما قال لي لا تدخل السيفر إلا وأنت مصور، قال لا تدخل البيت إلا وأنت مصور، فشكل شيء بسيط جوا البيت أتوقع. طبعا الحلقة هذه راح أسوي فيها أكثر من شيء بس استكشافي، يعني لأن في أشياء كثيرة مرة مرة، وهناك في شيء صاير انا بروح اضبط شيء هناك، في اشياء كثيره مره مره صار. اوكي هناك في شيء المفروض ما اصوره، في اشياء كثيره مره صارت، فبنستعرضها معاكم ان شاء الله اليوم. قاعدين نشوف مقطع هذا يوم الاحد، فبكره ان شاء الله يوم الاثنين، يوم الاثنين ان شاء الله راح يكون في مقطع تحدي الكيفنج، هذا اللي كنت وعدكم اياه قبل ما اسافر. باذن الله اذا تبغون تحدي الكيفنج مو بكره على طول، يعني ما اقطع مثلا حلقتين ماينكرو مثلا كاستمبابات مشتركين او اي سلسله ثانيه، اذا تبغون برضو بكره ماينكرو خلونا نوصل المقطع هذا 50,000 لايك باذن الله، راح نقدر. وعلى طول اول ما يوصل 50,000 لايك باذن الله بكره راح ارفع تحدي الكيفنج مع صالح، حد انا وصالح مين يجمع اكثر في الموارد. طيب اول شيء قبل ما اتفرج على السبون لازم اروح المنطقه حقتي. طبعا شوف هذا اغراض البناء حقتي الاخيره اللي في المحل حقي، وصدقون اوه للحين ما صلح، يب ما صلح لابا. طيب اتوقع ما جا دوري. عموما خلونا نروح المنطقه حقتي البيت حقنا ونشوف ايش صار فيه، ان شاء الله انه ما صار في شيء قوي مالي خلق الصراحه. الله يستر، ما ادري احس اني فقدت حسيه المشي ولا ما ادري يا رجال، 3 ايام ترى سافرت ورجعت. طيب برا ما في شيء، ورا ما في شيء، ورا يب برا ما في شيء، ورا ما في شيء. طيب خلونا ندخل نشوف. اوه طيب تيك كير اوف يور سيلف دونت جو ثرو ذا دور. الظاهر نفس المقلب اللي سويته نفس المقلب اللي سويته في ناصر، فصدقون بخليكم تعيشون الجو. اوكي هل هو نفسه ولا لا؟ اتوقع نفسه لان انا سويته في ناصر، فعيشوا الجو. اوكي هذا اللي صار مع ناصر. الو اوكي والله هو جرني، توقعته هو. تيك كير اوف يور سيلف دونت جو ثرو ذا دور. كمان يمكن هذا البرش بليت، يمكن هذا يلا بسم الله. كمان مو بهذا ولا هذا، هذا اجل يستهبل. بسم الله شكل هذا يقطع شكله يا اخوي، شكيت في عمري. باقي ذا ظهرنا الخير، ظهرنا الخير. خلينا نشوف فوق. بسم الله في برش بليت هنا، ما في برش بليت. اوكي ما في شيء. هي وش سالفه؟ ظهر الدور الاخير، اتوقع الدور الاخير. ياب هذا الدور الاخير، يعني الباب الاخير. بسم الله. ها وين المقلب في الموضوع؟ وات انا ملحس حاليا، هو نسى انه يحطها ولا واحد بالغلط ضغطها؟ يمكن واحد بالغلط ضغطها وراح البرانك حقه، يمكن واحد ضغطها. خلني اساله، غريبه. لا يمكن واحد من الشباب بالغلط فتح الباب وراح عليه البرانك فراحت عليه بلوك الدامج، اتوقع ممكن. خلني بساله بشوف اذا هو موجود ولا لا، شكله معفك. اوه لا. اوكي انا الدث توني استوعب انها تصفرت، شكلها عادوها الشباب. اوكي تمام. طيب على كذا الظاهر انه طارق معفك، على كذا الظاهر انا ما اتوقع ان البرانك كذا، بس ما اتوقع ان البرانك عباره عن برش بليتس بس، لانه ما كثر برش بليت. عموما خلونا نرجع اغراض هنا واجد. طيب خلونا نرجع الاشياء هذه. طيب عشان ما اطول عليكم بس برجع الاشياء هذه وبنتقل على طول السبون، واتفرج على كم شيء صار في سبون. وبرضه في مدينه العاب في لعبتين ودي اجربها، ما ادري اذا زادت في العاب ثانيه ما ادري، بس في لعبتين ودي اجربها ان شاء الله. فخلونا نرجع الاغراض ان شاء الله ونرجع لكم. بي رايت باك. اوكي تمام فضينا الاغراض وكل شيء جاهز، هذه ما راح اشيلها، بشوف ايش وضعها مع طارق بعدين يصير خير. طيب خلونا قبل ما نروح سبون بتكلم. طبعا هذه الحلقه اللي تعتبر اول حلقه بعد اليو اتش سي، لان الحلقات الماضيه كانت كلها مصوره قبل فرفعتها وانا كنت مسافر. فالمهم عموما خلونا نتكلم عن اليو اتش سي، وش صار فيها وش ما صار فيها. طيب اول شيء اليو اتش سي ادري كثير منكم انزعج ان خسرنا وكذا، لكن كانت الامور واضحه يعني بيني وبينكم، يعني كانت الامور واضحه، يعني 2 vs 3 صعبة مرة مرة مرة، يعني ممكن تقول لا بالعكس ما هي صعبة، ما هي مستحيلة، ما هي مستحيلة إذا حنا دروعنا والجيرز حقتنا أفضل من الجير حقتهم، إذا حنا قلوبنا أفضل من القلوب حقتهم. يعني لو لقينا التيم الأخير مثلا التيم الأزرق، أوكي طبعا للي ما شاف اليو تي روح شوفها قبل ما أحرق عليه. يلا 3 2 1 جو. أوكي طبعا لو لاقين التيم الأخير، يعني اللي بقى في الأخير التيم الأزرق، وكان قلوبهم على نص قلب، قلب ونص، قلب ونص، قلبين، وحنا كنا 2 وقلوبنا 3 قلوب، ما يخالف وقتها ممكن نذبحهم. لكن تيم حق سلوم وناصر واوندد كان مره قوي، وغير كذا قلوبهم مره فل، ودروعهم واغراضهم كلها دايموند. فيب عموما طيب هنا في واحد كلمني، خلينا نشوف هنا. يب طيب this job is temporarily، الظاهر انه زي المستاجر taken over by me sorry Osims 3 stacks 1 diamond take care 3 stacks 1 diamond. حلو اوه دايم. طيب حلو حلو، راح اخليها حتى الان عبال ما اجيب. اوه حط هنا بعد اغراض اساس تنباع له. حلو حلو. طبعا كلمني اللي بيقول اه ريال ليش بنا عندك وكذا، كلمني فيصل وكلمني قبلها لافا. لافا عيت عليه صراحه، قلت له لا لا تسويها، بس جاني لافا، جاني فيصل قال يا ريان ترى في كثار من شباب السيفر يبغون، يعني يبغون فاير ووركس، يعني انت قاعد تعذبهم الحين، ساحب عليهم. انت باني زي محل فاير ووركس، على الاقل عبيه او على الاقل يعني اجره لاحد مننا. فيب فقلت له خلاص طيب مو مشكله، بس كلم لافا لاني عييت عليه في البدايه، فما ادري تتفاهموا انتم يا انت يا لافا تسوون الحركه هذه. فاستاجرها فيصل مني، استاجره وظاهر بيعطيني نسبه، اتوقع انه من كل ستاك ينباع ياخذ هو حبتين دايموند وانا حبه دايموند، او والله ما ادري. الزبده انه بيعطيني نسبه هو، بس ما ادري كم. خلينا نشوف هل في احد شرى منه كثير. نشوف هنا. والله سبعه مش بطاله صراحه. بيض، مين اللي حاط له بيض؟ اوكي، فباذن الله انا ما راح اشيلها الحين لانه بصير شيء غبي انك تشيلها الحين، ما راح اشيل الاجار حقه اللي حاطه الا اذا عبيت كميات، فباذن الله راح اعبي كميات وعلى طول راح اشيله وبعطيه اياه، برجع حلاب بقول خلاص انتهت فتره التاجير، لانه هو قال لي بس لمده 3 ايام لين ترجع من السفر. فيب طيب هذا الشيء الاول اللي تغير وصار في السيرفر، خلونا نكمل. طيب يلا بسم الله يا اخي، متحمس لان انتم ما تدرون وش صار في السيرفر، وبرضه انا ما ادري وش صار في السيرفر، يعني اشياء كثيره صارت في السيرفر ما ندري عنها. خلونا نروح الجهه هذه، هنا في محل قاعدين بنا، بس ما ادري اصوره ولا لا، ما كلمت ياسر صراحه. بناظر بشيك. اوكي خلينا نبلف كذا يمين. اوكي في هنا شيء تصور وخلص، الظاهر اللي سواه الظاهر انه فارس اتوقع، ما ادري ايش العباره هذه ADHERE، ما ادري ايش اختصار حقت ايش، لكن على ما يبدو انها زي نظام الاشياء الجديده اللي صارت في السيرفر. يب نيو مندنج شوب، كتالوك اي لافا، تشيك اوت ماي نيو برايسز اون ديد، المحل حق اون ديد اللي هناك المقدره اصبر خلينا نلف كذا، المحل اللي هناك اي شيء جديد هنا تروح تكتب عليه نيو ريلز شوب اشتر منه احسن لك باي ريفلكس، جوين ذا ديث جيم ناو جيمز اريا. حلوه حركه انك تسوي اشياء جديده هنا وتكتبها، لكن الامانه مكانها مره ما عجبني، يعني مغطى ام السبون، فممكن نكلم فارس يغير مكانه شوي، لانه والله احس انه غطى مره سبون. انا اشوف انه ما حد يبني في المنطقه هذه، شفت المنطقه اللي زي هنا بعد ياسر بيني وبينكم غلطان، المفروض انه ما يبني هنا، المفروض ياسر بعد ما يبني هنا الماك حقه، فالمفروض انه نقول اقشعه، يعني حواف السبون، حواف المبنى اللي في السبون المفروض ما احد يبني، يعني يبني فيه، مفروض صراحه والله مفروض، فممكن نقول فارس غير مكانها لان بناها مو بصعب، فبتكون سهله مره، نحطها في مكان ثاني. طيب خلونا نجي المحل حقنا، وش صار فيه وش ما صار. انا صراحه دخلت وتفاجأت، ما ادري وش صار هنا، ما تغير شيء بس هنا في اشياء تغيرت. يعني ليه كذا؟ ليه؟ مين اللي حطها كذا؟ ما ادري صراحه مين اللي حطها، لكن طالع شكلها خايس. ممكن فهمت السالفه انه زي هذا التابلتس ومشغل فيها اشياء. مثلا زي هذه القائمه حق التابلت مفتوح، هذا مسكر الجهاز، هذا مفتوح شيء، ممكن لعبه هنا لعبه، لكن لا طالع شكلها مخيس، انها ما ادري بشكل مو مزبوط، ما ادري مين شالها، اللي شالها بقولها يرجعها نفسها. وين الروس حقتي؟ مين شالها؟ وين حطها؟ طيب بقولها يرجع الروس حقتي كلها هنا السته وشيل القشه هذه، اللي شالها من شباب سيفر رجاء رجعها، يعني شالها قاعد تشوف المقطع رجعها زي ما كانت، لا اكسر رجولك. طيب طيب اوكي هنا في شيء رهيب مره، وين راح الزومبي؟ خلنا نسوي عليه فيكس دي. اوه مات من اول مره. حلو. هذا محل بسيط مره يا اخي، تعجبني المحلات تجيك بسيطه مره. ريلز، يبيع ريلز، حلوه حركته. لا حلوه هذه ريفلكس بانيها، ليه ما حط لوحه؟ غريب ما حط لوحه، بس حلوه حركته، يعني احيانا تحتاج تسوي ريلز او تحتاج تشتري تسوي ريلز، ف يب حلوه، لا حلوه ممتازه. طيب في طريق هنا، اوه هنا في محل جديد برضو سواه عبد الله ماين جيمر، محل ايش مكتوب؟ كامينج سون. اوكي حلو. اوكي لا الظاهر انه ما صوره، بس هو صوره من جوا ولكن ما حطه الاحسن وكذا، بس هو حطه الحين فما راح اصوره من هنا، بس بصوره من برا لانه هو صوره من برا. عموما هذا محل احسنه يعني، فاللي يبغى يشتري حصان يجي هنا. حلو برضه مكانه حلو. حلو ان المنطقه بدات تتوسع، شيء جميل جدا والله قاعد استمتع ان المنطقه توسعت وان الشباب بداوا يبنون مره شيء. اوه في واحد هنا حاجز اي ريفلكسون. حلو شوفوا اذا حط واحد كذا حدد منطقه بالطريقه هذه كان بيسجن شيء او بيسوي مقبره، عرفوا انه ريفلكس، فريفلكس راح يسوي شيء هنا ورا او جنب المندق هذا، وراه يعتبر هذا البيت. او الشيء هذا وشو هذا؟ لو تعرفون لعبه بوبج او بوبك باتل جراوند، هذا المبنى حق المراقبه حق سنايبرز، هذا المبنى رهيب مره، حركته حلوه. سواه سلوم، حلوه حركته، يعني انا عجبتني ليه؟ لاني العب بوبك، فاول ما شفته اوه والله عجبني مره، حركه حلوه، ترقم الحين نفس بوبك بالضبط، فمره رهيبه. لا شيء جميل، حلوه من سلوم، حركته حلوه. ادري احس انه لو غير ستون خلاه شيء ثاني، هو مو بكان لونه بني شوي، والله ما ادري. المهم اوه طيب هنا في شيء، في كتاب والله الشباب بدوا يبنون. حلو. do not kill the natures also do not build here. حلو. هذا اللي اذكر ان الشباب قالوا ايوه المنطقة هذه فضاها لافا، صح عليه والله. خلى المنطقة هذه زي اللي مشاها، شوفوا هذا الجبل قال لافا ان لا نشيله عشان ما يكون فيه، عشان ما يكون كل سبوم مسطح فبيكون مرة خايس، فراح يكون هذه منطقة كذا واللي يقدر يبغى يبني يبني. فمسور هذه بالتون بريك عشان ما حد يبني هناك في شيء بس ما ادري وشو. شكله هذا مبنى كبير، خلونا نروح نشوف. طيب اي مودي لافا بروجكت، حلو راح يسوون شيء هنا مودي ولافا، ممتاز والله حلو حلو. بما ان المنطقه بدت تتوسع، يعني شوفوا عندي الحين خيارات اكثر اني اسوي مباني، يعني يمديني اسوي مثلا محل هنا، يمديني اسوي محل هنا، فكويس مره. خلونا نلقي نظره من فوق، انا بس برجع انام اني ما احب الليل. اوكي ليتس جو. شوفوا يعني قبل كان السبون يعني محصور يعني في منطقه معينه، بس شوفوا بدأ الشباب يتوسعون هنا، هذا الشيء المطلوب، هذا الشيء المطلوب. وهنا برضه في محل راح يبنى مرة كويس، شيء مرة طيب، شيء مرة جيد. هذا وشو هذا؟ ما ادري راح يبني هنا بس مكانه برضه حلو. اوكي خلينا نروح نشوف منه. اوكي حلو، صالح بيبني لي شيء هنا، حلو تمام. طيب خلونا ثواني، هل في احد شرى من عندي؟ جولدن ابل؟ والله ما ادري اذا احد شرى ولا لا. هو واحد شرى، واحد بس، يب في واحد شرى بس. طيب حلو، هذه للحين برضه ما جبت. ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه اللي هي راح تكون مع صالح بحاول اني ادور على دنجنز، اذا لقيت هذه مره بتكون شيء كويس، بسوي عليها مزاد. طيب دائما عبد الله قال، طيب حلو، دائما عبد الله قال تشيك اوت ماي نيو برايسز. اوكي فري بوك وين يو باي مندينج تولز. اوه حلو، اذا شريت شيء يمديك تاخذ لك اي بوك مجاني، حلو. طيب نقص اسعار، حلو والله مره نقصها، يا ساتر 7 دايموند 5 دايموند، حلو انه نقصها. ما جاب اكس؟ لا ما جاب اكس. اوه لا حلو 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 مره، حلو مره ان ننقصها، حلو مره ان ننقصها، كويس. قبل انا قايل لك قبل مره كانت غاليه. طيب حكم اننا قاعدين ندور باذن الله راح نسوي مكان راح نسوي فيه ان شاء الله محل ستاربكس. طيب من الاشياء الجديده يوم كنت بعيد، اوكي توني استوعب، يوم جيت من هنا بديت استوعب. اد هير يعني زي اعلن هنا اتوقع، يب لان هذا جاي بلون ازرق وهير احمر. اوكي اد هير، اوكي حلو. هناك في شيء ديرت، فالظاهر في واحد هناك قاعد يبني. خلونا نروح منطقة الالعاب، فيه لعبتين زي ما قلت لكم ودي العبها، اللي هي الميز جنب بعض، الميز وحقة لافا ذيك اللي اختبر قوتك، فراح نجربها الحين ان شاء الله. هنا ما صار شيء. اوه الهوتيل ثواني قبل ما يصير اي شيء لازم اروح اشيك على الهوتيل. على السعر، الحمد لله ان لحقنا على سعر دولار قصدي حبة دايموند، اتوقع ان دفعنا حبه دايموند مو حبتين، يب حبه دايموند، فالحين خلاها ب5 والله غاليه. عموما فلور 4، هذا الفلور الاخير، لا مو هذا قبل الاخير، بغيت اظلم مودي مره ثانيه. هذا الفلور الاخير اللي هو ناصر وانا، لكن جاء فارس ايش سوى؟ سوى حركه، وفارس روم سوى فوقنا غرفه، ف والله يمديني اسوي حركه واسوي جنبه غرفه، والله يمكن. فيب عموما ما علينا، هذه غرفة حقتي حتى الآن. طيب خلونا ننزل الحين مرة ثانية ونروح، أو خلونا ننزل الحين ونروح مدينة الألعاب، لأني ودي أروح أجرب كم لعبة. طيب أوكي وش السالفة؟ أوهوهو. يا الله والله مسكين مودي أقسم بالله مسكين مودي. ترى مودي هو اللي حفر المنطقة اللي ورا على أساس ما حد يدخل على بيته، ف والعيال الله يهديهم كل شوي يتشعبون يسار لين وصلوا هنا، ف طيب هذه لعبة سلوم صورها قبل فترة، ما ادري هي لعبة ولا شكل، يعني اكثر من كونها لعبة، لان ما اشوف انها شيء يتلعب، يعني بس روس هنا بس، وبعدين ظهر ما في شيء، لكن حلوة الحركة، حلوة كديزاين، كأنها اللعبة ذيك اللي عرفتوها اللي تحط تلعب في الملاهي وتلعب بالجير، هذا تمشي هذا تمشي بعدين تضغط وتنزل على تحت، اللي تمسكها وتشيلها، اذا طاحت خلاص راحت عليك، اذا اخذها لك ونزلها عندك هنا تاخذها، دبدوب يعني ولا كوره ولا بيكاتشو ولا سبنج بوب، ما ادري زبده ان الالعاب اللي تشيلها كذا، فيب لعبه الحظ اللي يجيك في الحظ، لكن اذا فعلها وصارت مفعله بتكون رهيبه، بس ما اتوقع يعني تتحرك هذه وتشيل راس لا صعبه مره، فاتوقع انها شكل اكثر من كونها اي شيء. طيب خلونا نشوف هنا وش في العاب جديده، وش صار في العاب جديده. هذا حقتنا ورا، في شيء صار ورا، اتوقع في شيء صار ورا، يب راح اشيك عليه بعد شويه. يا اخي لعبة ابا والله ما ادري ليه العيال ما يلعبونها، والله غريبة، يعني لعبة ابا اكثر شيء ممتع والله، يقهرون العيال ليش ما يلعبون؟ يعني غريبة مرة والله، والله تصدقون شكلي بكنسلها وببدا سيزون ثاني، واللي ما لعبوا خلاص نطلعهم ندخل يلعبوا بس، انا وسلوم وميمود وفيصل والله شيء يقهر، وندخل الشباب الجدد طارق وابلز وداي ولاست مودد، ندخلهم كذا ونسحب على الباقيين، والله ترى شيء يقهر اقسم بالله، ما ادري ليش ما يلعبون. المهم ما علينا، الديث جيم بدات، الديث جيم اوف وين راحت القبور؟ والله كان شكلها مره رهيب، غريبه راحت، غريبه شالها، يمكن شالها فيصل. كان شكله احلى والله. نوت ابنيت ما فتحت الى الان. فيصل اسمز تشيست ديف جيمز ديث جيمز جير بريس بوتن. هذا انا الحين موجود؟ يذبحوني يعني الحين ولا ايش؟ لا 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 الظاهر حط اسمك اذا انت جاهز. فخلني اخذ اسمي لان انا كنت قاطع، فخلني بحط اسمي هنا ديث جيم بوتن. يلا وش صار؟ والله ما ادري وش صار. الو وين راح اسم فيصل؟ الو اوكي في لخبطه في الموضوع. طيب شلون يعني مكتوب في اللوحه حقت الاعلانات انها فتحت وهنا مكتوب نوت اوبن ليت. ما علينا اذا فتحت ان شاء الله راح نلعبها زي الناس. طب خلونا نلعب هذه اللي هو تيست يور سترينث او جرب حظ، جرب قوتك مو حظك. 1 دايموند 6 مرات راح تجرب. فخلونا نروح نجيب مفروض ان العيال حاطين، والله مفروض اسوي حركه هذه طبعا ميز سواها ياسر، ميز با ياسر بلاي هير 1 دايموند. اوكي حلو هنا في يبي لي اسوي حركه. خليني اخذ حبتين دايموند او خل معنا كذا بكميه بسيطه عشان نجرب. ودي اسوي حركه اني اوزع في مدينه الالعاب وفي السبون بنك 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 بنك. فان شاء الله اني بسويها على اساس ما حد يروح مثل منطقه بعيده. خلاص زي هنا مثلا تحط هنا دايموند، هنا تحط دايموند، المفروض كل واحد ولعبته يحط فيها دايموند. لكن عموما طيب يلا ما عليه، خلونا نحط هنا حبه دايموند ونجرب حظنا. طبعا اذا وصل هذا اخر شيء راح يرمى لك شيء من فوق. ودي اوريكم صراحه لك ما معي بلوكات. المهم ما علينا خلونا نروح نشوف وبسم الله نجرب اول تجربه. اوكي افا وين القوه يا ريان. اوكي اول مره ما ضبطت معنا، خلينا نجرب مره ثانيه. بسم الله يا رب. 1 ايوه 4 بس يا الله. طيب اوكي هذه الثانيه، الثالثة ثابتة يا عيال، الثالثة ثابتة. أيوه 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 لا يا شيخ يقطع في الغبن باقي وحدة يا الله. يلا الرابع تابع، الرابع تابع. أوكي 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 يس حبة دايموند. أوه لا مو حبة دايموند، حبة إمرالد. أوكي توقعت حبة دايموند. طيب حلو حبة إمرالد مش بطال، بس حلو هذا من الرابعة. حلو باقي عندنا محاولتين يعني طلعنا بفايدة، دفعنا دايموند خذنا إمرالد مرة بايدة لكن يلا مش مشكلة. طيب بسم الله خلينا نجرب الخامسة. طيب ألو ضغطت أنا ولا ما ضغطت؟ ما قلت الحين طلع هذا الخامسة. أوكي أيوه يلا باقي الأخيرة، المفروض إنها تعتبر هذه الأخيرة لكن أتوقع ما زبدة ما راح يجيني شيء. 1 اوكي ما جاني شيء فيب يلا عموما. طيب طلعنا بحبة إمرالد يلا مش مشكلة. ابغى بلوكات انا، ابى اروح اوريكم وش الاشياء اللي حاطها لافا فوق، اوريكم بس وش الاشياء اللي حاطها فوق. اوه شفت كيف؟ والله قهر، كان بامكاننا انه يطلعنا دايموند احسن من انه يطلعنا إمرالد، على الاقل يعني عطنا بلوكة إمرالد، طلعتنا حبة إمرالد بس. وحاط 17 دايموند يعني جوائز حلوة 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 جدا. لا حلوة اللعبة رهيبة. هذه اللعبة ترى على فكرة نفس الألعاب اللي تجيك في الحقيقة اللي تروح تضرب كذا تضربها بقوة بعدين يرتفع 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 وتناظر سكور حقك. فيب هذه نفس اللعبة في الحقيقة. طيب خلونا نلعب لعبة الميز، لعبة الميز حقت ياسر بس الصراحة ما ودي ألعبها في الليل. خلونا نروح ننام، خلونا ندخل هنا ندفع حبة دايموند لياسر وخلونا ندخل بسم الله. طيب ميز يلا بسم الله يمين يسار. أتوقع يعني جربها مرة واحدة اللعبة فيب. طيب عندنا في 3 طرق، يسار نص يمين. يمين درب الغانمين أوكي بعدين تخيلوا اسويها من اول مرة تخيلوا. اوكي لا كنسلوا. طيب هذا غلط والله تصدقون الميز توقعتها اسهل من كذا. اوه والله فيها لو يحط برش بليتس في كل مكان مثلا يعطيك سلونلس يبهذلك يعني بتصير مرة رهيبة برضه. فا اوكي وصلنا. يو وين تيك جاست ون جيفت بليز. حلو ناخذ حبة بلوكة جولد. مشكلة شكرا ياسر ما بيها. جولد يعني ما تسوى والله. في كريبرز هنا رسمين واجد. طيب هذا اللعبة ما ادري تفعلت ولا لا، الظاهر ما تفعلت حتى الآن. طيب خلونا نروح وراء المنطقة هذه، خلونا نشوف وش السالفة. اوكي هنا في شيء سواه دايفة ما يتصور الظاهر. هو ما حط شيء لكن الظاهر انه ما يتصور يعني. طيب وهنا في واحد سوى شيء اوكي. طيب اي صح ذكرنا لازم مشكلة تأخرت انا مرة تأخرت في اللعبة هذه، تأخرت من دروبر مرة تأخرت. ان شاء الله اني ببديها قريب ان شاء الله باذن الله. في افكار جتني رهيبة مرة. خلي هذا زي بيس بعدين فيها اكثر من ليفل، زي يكون هذا زي البيس انه اوه ترى في دروبر وفي لوحات وفي مدري ايش، ثم تنزل نزلة هنا تخيل في تكون في بوابة ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 ليفل 4 فتكون مرة رهيبة. لكن اتوقع مكانها هنا ضيق فشكلي يمكن اغير مكانها او ما ادري صراحه. فباذن الله راح تكون لها حلقه خاصه دروبر، لها حلقه خاصه راح تكون في 4 ليفلات او 3 والله ما ادري. عموما وبرضه تذكرت عشان بروح احدد الحين موقع للستاربكس حقي راح نسويه ان شاء الله. هنا طبعا لافا سوى البو هذا وكتب كلمه بو، مع اني كاني اشوفها بوم. احس هذا لو حاط هنا سلاب بتكون احسن. كان بو او 8 دايموند اي لافا ذا بو. هذا يوم سواله البو سواله العباره فسعرها قال 8 دايموند. بس ثواني، ليش ما ضبط المحل حقنا؟ غريبة تأخر مرة. خلونا نروح نشوف هل وصلت المعاملة عنده ولا انا ما كتبت الكتاب او ما ادري، مع اني قايل له. خلونا نشوف، والله ما ادري. طيب اتوقع اني راح استخدم هذا المكان اني اسوي فيها ستاربكس باذن الله. فخلونا نشيل هذا، حطيته بس مؤقتة. طيب خلونا نشيلها. خلونا طبعا هي جاية بشكل طول. اتوقع ان المكان هذا جميل، ليه؟ لان جنبها كنتاكي وجنبها ما ادري، احس مكان كويس اني ابني فيه. فراح ابني هنا ان شاء الله. خلينا نحدد كذا على السريع، بس راح يكون من هنا، ما ابغى يكون ملحم مره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ها يب، ابي الفها حبه زياده واقللها من هنا حبه، برضو حبه زياده هنا واقللها من هنا حبه. يا سعدين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. اتوقع شيء زي كذا. طبعا الى الان هذا مو شكل دقيق، لكن بس كي حفرتها على اساس بعدين يعني ابدا ابني فيها بدايه مضبوطه. خلونا نحط اللوحه كذا على السريع. هذا اغراض، الظاهر اغراض ياسر او اغراض مو ما ادري بحق يعني، مو الظاهر ان اغراض هذا مو معناته ان المكان هذا محجوز اتوقع، لانه ما حط لوحه احد، ما حد كتب لوحه. فيب اتوقع مكانها مره رهيب، اتوقع والله مكان احسه رهيب مره. يب لا مكانها جيد، مكانها جيد جدا جدا جدا. هنا راح احط ستاربكس باذن الله. وعلى فكره توني استوعب طبعا ليش ما اشتغل البرانك حق طارق، لان سبيس سكر الكوماندات لانه في لاج مش طبيعي، في دروبات وقروشه فسكرها. انا توني استوعب انه سكرها الظاهر امس، عشان كذا ما اشتغل البرانك. فيب عموما ما علينا. فيب عموما اتوقع راح ننهي المقطع هنا. يعطيكم الف عافيه المشاهدين، ان شاء الله انكم استمتعتوا. المقطع كان عباره عن جوله كذا بسيطه سيفر، وكان في المفروض يكون في برانك في البدايه لكن ما كان مشغل الكوماندات. فيب باذن الله الحلقه الجايه راح تكون بكره ان شاء الله باذن الواحد الاحد. فخلونا نوصل المقطع هذا 50000 لايك باذن الله. راح نقدر اكيد، راح نقدر باذن الله. باذن الله الحلقه الجايه راح تكون مع صالح بكره ان شاء الله، بكره باذن الله بكره راح تكون مع صالح تحدي الكيفنج. بعدين ان شاء الله راح نبدا نهتم اكثر في المشكله اني دائما ما احب اني اسوي مشاريع، انا دائما كذا لازم اركز على شيء واحد، لكن هذا حطيته على اساس احجز مكان ما ودي احد ياخذه. وفي نفس الوقت ان شاء الله راح اشتغل على الدروبر باذن الله قريبا ان شاء الله. راح تكون حلوه مره 4 ليفلات، والله بتكون مره رهيبه ان شاء الله. طيب يعطيكم العافيه المشاهدين، ان شاء الله انكم استمتعتوا. نراكم على خير ان شاء الله. كما اخوكم ريان، اوسم زد، مع السلامه.